اولا الجوله هذه جوله المملكه تعتبر حلم بالنسبه لنا احنا كفنانين سعوديين. اولا احنا من سنوات واحنا كنا نبحث عن الجمهور السعودي والخليجي والعربي، نبحث عنه نذهب له يعني نروح له، وجات الفرصه الان انه احنا نتواجد في مناطق المملكه ونقدم فيها للجمهور السعودي فننا ونتاجنا وحصادنا. الآن صار شيء ممتع إنه أنا أتجول في المملكة العربية السعودية وأختار ما يناسبني من المناطق وأغني فيها. هذا شيء طبعاً نشكر القيادة ونشكر معالي المستشار إنه قدر يعمل هالانفتاح العظيم. أتمنى إن شاء الله إنه يحقق المأمول. في الزلا يا أرض لا جاكي بشويشة مايل. يا أخي يحب للشخص، نحب عبد المجيد عبد الله، والله يسعده زي ما سعدنا الليلة، والله سعيدين بشوفته. اللحظة المنتظرة صراحة هي لحظات كثيرة، اللي أغاني عبد المجيد عبد الله كثيرة، لكن الحريص عليها أحكي بهمسك. للأمانة هذه أحد الأغاني بس إني سمعتها كثير صراحة. كان ودي إني أحضر لفنان عبد المجيد، وكان بسبب عظمة هذا الفنان منا محصلين تذاكر، فالحمد لله حصلت تذكرة اليوم وقدرنا نحضر الحفلة، وأتمنى إني أسمع من الأغاني اللي تلامس إحساسنا وخصوصا أغاني الثمانينات والتسعينات.